مرحبا بكم مشاهدينا في حصادنا الإخباري السنوي لهذا العام، ونبحث اليوم ملف السجون الحكومية والانتهاكات الجارية فيها وتسويف تمرير قانون العفو. فرغم مرور عام على استلام الإطار التنسيقي السلطة، لا يزال قانون العفو العام محل جدل ورفض من قبل بعض الكتل السياسية، رغم أنه كان أحد بنود التوافق بين الأحزاب مقابل الموافقة على تشكيل حكومة محمد السوداني. تتسم السجون في العراق بأوضاع مأساوية للغاية، حيث يعيش المعتقلون ظروفا مأساوية وقاسية تتراوح بين الاكتظاظ ونقص في توفير الخدمات الصحية، أوضاع أقرت بها وزارة العدل في نيسان الماضي، مؤكدة أن نسبة الاكتظاظ في السجون وصلت إلى 300%. عمليات التعذيب والانتهاكات داخل السجون تفاقمت خلال حكومة السوداني، وهو ما كشف عنه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بعد توثيقه وفاة 67 معتقلا تحت التعذيب ما بين عامين 2022 و2023، مؤكدا أن السلطات الحكومية تتستر على الوفيات، لا سيما تلك الحالات أو تسجيل الطب العدلي لحالات على أنها وفيات طبيعية. أما الإهمال الصحي ونقص الأدوية فقد أدى إلى زيادة انتشار الأمراض بين المعتقلين، وهو ما اعتبر محاولة للتخلص منهم، حيث كشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تسلمها 5000 شكوى بخصوص حالات التعذيب والانتهاكات التي وصفت بالوحشية ضد المعتقلين داخل السجون. قرار وزير العدل خالد شواني إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه بداية عام 2023 على خلفية تسرب فيديو من داخل السجن يكشف حجم الفظائع هناك، يطرح أسئلة تؤكد بحسب مفوضية حقوق الإنسان أن الوضع في السجون كمن يدور في حلقة مفرغة من حيث الانتهاكات المستمرة بدون حلول حقيقية مؤسساتية وبدون تنفيذ أي عدالة. أما ملف الفساد المتعلق بطعام المساجين فقد أثار جدلا واسعا لا يقل عن فضيحة سرقة القرن، لا سيما مع صرف نفقات مالية قدرت ب7 مليارات و200 مليون دينار شهريا. لكن الأبرز في هذه القضية هو تجديد وزارة العدل العقود مع شركات إطعام السجناء المتهمة بالفساد، والتي تقدم طعاما غير صالح للاستهلاك البشري. وفي أذار أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الذي كشف عن الصورة القاتمة لحقوق الإنسان في العراق، حيث أكدت المنظمة استخدام التعذيب على نطاق واسع ضد المعتقلين بغرض انتزاع الاعترافات منهم بالقوة، متهمة السلطات القضائية بتجاهل التحقيق في شكاوى التعذيب وعدم حياديتها. أما المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف أكد أن السجون في العراق تضم في معظمها معتقلين جرى احتجاز الكثير منهم تحت طائلة قوانين جائرة مثل قانوني مكافحة الإرهاب وقانون المخبر السري، وبتهم كيدية ومن غير أي أمر قضائي. ومع غياب معايير حقوق الإنسان، قدمت الأمم المتحدة طلباً في تشرين الأول الماضي لمشاركة لجانها المختصة في الإشراف على إدارة السجون الحكومية، ليبقى السؤال الكبير حاضراً: هل ستتحرك الحكومة لتحقيق العدالة داخل السجون؟ أم أن الإفلات من العقاب سيبقى هو النهج السائد؟ كان هذا استعراضاً لأبرز ما يخص ملف المعتقلين في العراق في حصاد عام 2023. شكراً لكم مشاهدينا على المتابعة، وهذه عودة إلى استوديو الأخبار.